يقول السائل: هل يجوز أن أقسط زكاة المال عندما أحسب المبلغ المطلوب إخراجه لا يوجد معي ما يكفي من المال لإخراجه دفعة واحدة، فأضطر إلى تقسيطه على شهور العام، فهل يجوز ذلك؟ طبعا العلماء يقولون في باب الزكاة بالذات، وذكرنا هذا أكثر من مرة، أن الزكاة يجب على رأس الحول، يجب إخراجها فورا، إخراجها وتوزيعها فورا، ولا يجوز حبس الزكاة، ده بإجماع العلماء، لا يجوز حبس الزكاة في المال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت، من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره، لأنه ده مال المساكين والفقراء مخلوط بمالك وأنت تتاجر فيه، تشاركهم في الربح؟ لا، حتى ولو لم يكن معه سيولة، يعني يحاول أن يبيع شيئا مما يملك ويخرج الزكاة. إذا أراد أن يستريح مثلا على مذهب الإمام أبي حنيفة يقدم الزكاة، يعني يدفع زكاة هذا العام، يخرجها كل شهر، يعني في المحرم يخرج جزء، في صفر يخرج جزء، إلى ذي الحجة يبقى أخرج زكاة هذا العام، ثم يحسب آخر العام زكاته، يعني يبدأ من أول المحرم لآخر ذي الحجة، زكاة مقدمة مش عن العام الماضي، لا. فعند الإمام أبي حنيفة يجوز تقديم الزكاة عن موعده إذا أراد التقسيط، لكن تقسيط بعد الوجوب لا يجوز، لا يجوز حبس الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة. قال: ويجب عليه أن يزكي من مال آخر، يعني يحاول أن يبيع شيئا مما يملك ويخرج زكاة المال، ثم بعد ذلك يستأنف على مذهب الإمام أبي حنيفة ويبدأ يخرج كل شهر من زكاة ماله هذا العام. هذه إن أراد التقسيط.